نهار في الحومة سي علي قاعد في الدار يسمع في حس في الشارع. دونك خرج باش يشوف شنو الحكاية. يلقى أحمد وأصحابه يلعبوا بونجلة الضوء. يا أخي كي شافوه هربوا. ومن بعد بشوية رجعوا وطلبوا منه السماح. يا أخي سي علي حاب يسأل أحمد. قالوا علاش عايش ولدي تلعب هكايا؟ ما تعرفش اللي الضوء ينجم يقتلك؟ والله قلق ما لقيت ما نعمل نهار كامل واني نقرا امي وبابا لاهين واني يا كونكتي نلعب جي تي فاير والا نلعب في الحوم والويكاند كيف كيف يا كونكتي نلعب جي تي فاير ولا نلعب في الحوم تي حتى الصلاعه كيف كيف يا كونكتي نلعب جي تي فاير ولا نلعب في الحوم قلقت ليه هو عندي انا الحل تحبش تجيب حذايا غدوه نوريك تعلم تكنولوجيا جديده ومنها تلعب في نفس الوقت هاي فكرة نجي نجيب صحابي زينا معي باهي مالا غدوة صباح نجيب حذايا اوكي جميلة عبد الحميد كوبي تونسي معرس جديد جاهم باهي فرحانين وشيخين على بعضهم بعد بشوية بشوية لقى روحهم يتعاركوا على أتفه الأسباب وهم مش فاهمين شنو اللي قاعد يصير لهم دونك العرك نتاعهم قاعد يكبر بشوية بشوية لين وصل للعنف ويلقى روحهم متعلقين مش فاهمين السبب الأصلي للطلاق نتاعهم دونك زعما علاش الإحصائيات في تونس اليوم تقول اللي أغلب المشاكل اللي يصيروا بين الأزواج اللي يوصلوا للعنف ويوصلوا حتى للطلاق هم في الحقيقة لأسباب جنسية اللي أغلب الأزواج يبدأوا أصلاً مش واعيين بها دونك الجهل الجنسي هذا أدى إلى مشاكل جانبية اللي هي بوجود أديت للعنف اللفظي والمعنوي والجسدي وحتى الخيانة دونك العائلة اللي هي ركيزة المجتمع تلقى روحها مفكة ومشتة دونك زعما علاش جميلة عبد الحميد عندهم يتلقاو للصعوبات الجنسية هذه باش نحكيو لكم على التجربة متاع خونا آدم آدم سي ان جون ستارت ابور دو 30 ans حل ستارت اب الأولانية متاعو في دومين الاي تي Déjà, Meloul, il a trouvé beaucoup de difficultés de naviguer l'écosystème existant. Après, quand il a voulu exporter l'idée de l'Ibarra, il a trouvé le processus tout barcha ou compliqué barcha ou un autre qui Donc, il a essayé de trouver une communauté de start-up qui a été en train de faire des choses et qui a été en train de faire des choses. Il a fait des recherches, il a Tunisian Startups, qui est ONG, تعاون للستارت اب او نيفو ناسيونال و انترناسيونال ا بوت نون لوكراتيف تونيزيان ستارت ابس سي اون اسوسياسيون كرييه دوبوي 2015 دونك فيها بليزيور ستارت اب انجاجي افيك بليزيور اكسبير من طول لي دومين اللي يهموا الانتربرونيا فاز هذه نتاع البيس ثم يوانا اخترنا باش نخدموا نتاع تشالنج تاع تي بي بلس اللي هي جمعيه تعاون مصابين بفيروس السيدا في حياتهم التشالنج نتاعهم واضح كيفاش في الكونتكست السوسيو ديموغرافي التونسي نجموا نجيبوا لهم اكثر عباد مصابين بالفيروس ونديريجيوهم للزاكومبانياتور نتاعهم مشكله الفي اش في تونس كبيره على الاخر وبرشا ديزانتوربيونون فيها فما دور المدرسه دور المستشفيات دور الاعلام حكينا مع الاطباء والخبراء وفهمنا وقعد في مخنا الكالي تعود برشا نتاع المراه الحبله اللي مصاب بالفيروس سيدا في اغلب الحالات رجالهم كي يسافروا في اطار العمل ولا في اطار الخدمه يروحوا مصابين بالفيروس يعديهم وحتى حد ما يبدا في باله علاش ما يصيرش الدياغنوستيك تاع سيدهم على بكري علاش وحتى كي عندهم دياغنوستيك بوزيتيف ما نلقاهمش في لي سيركوي داكومبانيومون الموجودين سالنا حكينا لوجنا وفهمنا اللي المشكله مش جوست خوف من الفيروس سيدا المشكله الاولى في الريتش ما يعرفوش منين ينجموا يعملوا دياغنوستيك ما يحبوش يسالوا على خاطرهم خايفين المشكله حتى هم مصابين بالفيروس ما يحبوش يمشيو للسيركوي دو تريتمون على خاطر ما يعرفوش يتصرفوا معاهم معروفين وخايفين لا يتفضحوا الكونستا هذا فاليديتو لا تي بي بلس وفهمنا اللي المشكله الكبيره هي ستيغماتيزاسيون سوسيال اللي صار للنساء هذوما باش يمشيو للسنتر دو تريتمون الموجودين جو في مو بونشي مالوريزمون بور حسام وصابرين احمد ومحمود باش يرافقوا الاخرين الاخرين دونك تو غارد محمود واحمد اللي هما خدموا على تونيزيان ستارت اب البروجي نتاعك يقدم مع لي سوليسيون توب نت برو توب نت فيري انترنت بيبل